رتب أسباب ارتفاع الأسعار اللاعبين من حيث الأهمية. من غير ما أفكر يعني السبب الأول إن الناس مش عارفة يعني إيه هي المهارات بتاعت اللعيب دلوقتي، يعني إيه المهارات اللي أنت محتاجها في لعيب الكورة دلوقتي، يعني ده سبب مهم جدا. اتنين، هي المعايير بتاعت اللاعب الجيد، وكنا زمان سنة 90 لما اتعملت تجربة الاحتراف وتم الإعلان عنها، جيلنا يعني كان يتكلم في الموضوع ده وحاول يفهم الأندية إن في حاجة اسمها الباروميتر الإيطالي وفي حاجة اسمها كذا وكذا، استعينوا بيها عشان ما حدش استعان بحاجة طبعا، ولا كلنا طبعا أنت عارف إحنا أساتذة فما حدش عايز يتعلم حاجة، فكانت النتيجة إن إحنا وصلنا لمرحلة اللعيبة بقت عقودها بتغلى كل شوية يعني. الجزء الثالث ان في سباق شرس ما بين انديه على خطف لعيبه، فكانت النتيجه انك انت لما تعرف ان اللعيب انت شايفه كويس هتاخده، فبتعرض سعر عالي جدا عشان تقدر تشتريه يعني قبل ما غيرك ياخده يعني. صحيح. وبحيث ان المبلغ العالي ده يبقى فيه تعجيز للمنافس او للمنافسين، فطبعا ده برضو من الاسباب. انما التقييم الحقيقي للاسعار يقول ان احنا يعني يعني بنشتري تفاح بس في منه حاجات ما تتاكلش يعني. حلوة الصيغة، حلوة الصيغة. استاذ عشان خاطر ما يبقاش حاجة يعني مش كويسة لا قدر الله. طيب ناخد الكارت اللي بعد كده. انت عمرك شريت تفاح بايظ؟ تعرف لما بروح للفكهاني اقول له كيلو التفاح بكام؟ يقول لي بكذا. اقول له طب من فضلك انا هدي لك اللي انت عايزه مش هفصلك. بس الست تفاحات يكونوا كلهم سلام. انت عارف لو في تفاحية فيها مش عارف بتاع كده لطشه خفيفه هتبوظ الباقيين. صحيح. ليه بقى؟ انت عارف ايده سريعه الفكهاني بقى تك 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 تك، اتفضل يا بيه متشكرين او متشكر يا سلام، التفاح كله سليم، تروح البيت اللي اتنين بايظين لازم اشتغل. دي بتجنني بقى. هو ده اللي بيحصل بالظبط. حلو جدا.